وزير الصحة الأمريكي يعلن استقالته من إدارة ترامب احتجاجاً على واقعة اقتحام الكونغرس. اتفاق سعودي أردني على إنهاء التوترات بالمنطقة ورفض التدخل في الشؤون العربية. وانتخاب أرمن لاشت رئيساً لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ألمانيا. الثالثة عصرا في القاهرة الوحيدة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من إكسترا نيوز. أهلا ومرحبا بحضراتكم، ونستهلها مع ليلاس كافوزي. أهلا بك ليلاس. شكرا لك همام، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. والبداية مع المشهد في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. فأعلن وزير الصحة الأمريكي في هذا السياق أليكس عزار الاستقالة من حكومة الرئيس دونالد ترامب. وفي خطاب استقالته الرسمية دان الوزير هجوم الأسبوع الماضي على مبنى الكابيتول الأمريكي، مشيرا إلى أنه سيترك منصبه في 20 من الشهر الجاري عندما يؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين. هذا واستدعى عدد من حكام الولايات الأمريكية قوات الحرس الوطني وأعلنوا حالة الطوارئ وأغلقوا مقرات الكابيتول لديهم، وذلك استجابة لتحذيرات من مظاهرات يحتمل أن تكون عنيفة قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن هذا الأسبوع. كان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد حذر من احتمال وقوع أعمال عنف في جميع عواصم الولايات، وقال إنه يتتبع قدرا كبيرا من الأحاديث المقلقة عبر الإنترنت بما في ذلك الدعوات للاحتجاجات المسلحة. وسط مخاوف أمنية تجري على قدم وساق الاستعدادات في الولايات المتحدة لتنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن المقررة يوم الأربعاء المقبل، رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أشارت إلى أن حفل تنصيب الرئيس الجديد سيضم عددا أقل من الضيوف، مرجعة ذلك إلى المخاوف من تفشي فيروس كورونا. كما أعلنت عن مراجعة صارمة لجميع الاحتياطات الأمنية بعد اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصار الرئيس دونالد ترامب. سبق ذلك تعزيز الأمن حول مبنى الكابيتول بشكل كبير، بما في ذلك وضع حواجز إضافية حول الموقع ونشر الآلاف من جنود الحرس الوطني لتضاف إلى قوة الشرطة في الكابيتول. التأهب الأمني جاء بعد أن حذرت ثلاث وكالات اتحادية أمريكية لإنفاذ القانون من ارتفاع النشاط المتطرف العنيف في الولايات المتحدة، بما يشكل أكبر تهديد إرهابي محلي في عام 2021. وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ووزارة الأمن الداخلي والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب في نشرة استخبارات مشتركة أن هذا التهديد يأتي من المتطرفين المناهضين للحكومة أو المناهضين للسلطة. وعلى أساس المعلومات الاستخباراتية تعمل السلطات الفيدرالية حاليا على تحديد أي متطرفين مشتبه بهم قد يشكلون تهديدا في المظاهرات المخطط لها. يأتي ذلك بعد أيام من اقتحام المئات من أنصار ترامب مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن وارتكاب أعمال عنف وتخريب، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص بينهم أحد أفراد شرطة الكابيتول. وفي سياق متصل، أمر حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية بتعبئة الحرس الوطني في الولاية لمواجهة التهديدات المرتبطة بحدوث أعمال عنف قبل تنصيب بايدن، وسيبقى هذا الأمر حتى 24 يناير الجاري، كما ينص على قيام الحرس الوطني بمساعدة قوات الأمن المحلية والفيدرالية في حال حدوث أي اضطرابات. من جانبه ذكر موقع فيسبوك أنه سيقوم بحظر كل الإعلانات عن تنظيم فعاليات في واشنطن العاصمة بالقرب من مبنى الكونغرس والبيت الأبيض خلال يوم تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. يأتي ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة تقوم بها السلطات الأمريكية لتأمين حفل التنصيب. وظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي ظهرت دعوات للتظاهر أثناء يوم التنصيب، وتخشى السلطات من تكرار سيناريو اقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير من قبل متظاهرين مناصرين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
قال الادعاء الاتحادي الأمريكي أن مثيري الشغب المناصرين للرئيس دونالد ترامب كانوا يعتزمون أسرى واغتيال مسؤولين منتخبين خلال حصار مبنى الكونغرس. وطلب الادعاء في المذكرة التي كتبها محامو وزارة العدل في أريزونا إصدار أمر باحتجاز جاكوب تشانسلي، وهو من سكان أريزونا ومن مروجي نظريات المؤامرة، والذي تم تداول صورته على نطاق واسع، وهو يضع على رأسه فراء متدل عليه قرنان ويقف على مكتب نائب الرئيس في مجلس الشيوخ مايك بنس. قال مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط الآن لمغادرة واشنطن صباح يوم تنصيب الرئيس المنتخب في 20 يناير الجاري، بعد أن كان يدرس مغادرة العاصمة في 19 من الشهر نفسه. قال المصدر أن ترامب الذي أعلن بالفعل عن خططه لعدم حضور مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن استعد لإقامة مناسبة وداع في قاعدة أندروز المشتركة، وهي قاعدة خارج واشنطن تضم طائرة الرئاسة. أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أنه اختار عالم الوراثة إريك لاندر ليكون المستشار العلمي للبيت الأبيض، موضحا أن هذا المنصب أصبح برتبة وزير خلافا لما كان عليه الوضع في عهد سلفه دونالد ترامب. وجاء هذا القرار بينما تعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به أكثر من 23,500,000 شخص وتوفي حوالي 391,000. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أجرى اتصالا هاتفيا بنائبة الرئيس المنتخب كاميلا هاريس لتهنئتها على الفوز بمنصبها، ووصفت الصحيفة الاتصال بأنه كان جيد، مضيفة أنه يعد الأول من نوعه منذ المناظرة التلفزيونية التي جمعت بين بنس وهاريس قبل الانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي. قبل أيام معدودة على تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية رسميا، تحرك آلاف المهاجرين من هندوارس نحو الولايات المتحدة أملا في الهجرة إليها. وقالت سلطة الهجرة في غواتيمالا إن هناك نحو 6500 من مواطني هندوراس يتحركون شمالا، دخل من بينهم ما يزيد على 3,000 من غواتيمالا بالفعل. ووعد بايدن بتبني نهجا يتسم بقدر أكبر من الإنسانية في التعامل مع ملف الهجرة على النقيض من سياسات الرئيس دونالد ترامب المتشددة. شدد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان شدد على ضرورة التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في الرياض، قال وزير الخارجية السعودي أن بلاده مستمرة في التنسيق مع الأردن بشأن المنطقة والعلاقات الثنائية، وأضاف أنه بحث مع نظيره الأردني الوضع في سوريا ولبنان وليبيا واليمن والتدخلات الإيرانية في المنطقة. قال
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن بلاده تتفق مع السعودية على تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات، وأشار إلى أن الأردن والسعودية متفقتان على إنهاء التوتر في المنطقة ورفض التدخلات بالشؤون العربية. هذا وثمن الصفدي دعم السعودية المستمر لبلاده لمواجهة التحديات الاقتصادية. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن السبيل الوحيد لإحداث تغييرات وإيجاد حلول للمشاكل والأزمات التي يمر بها لبنان يتمثل في إجراء انتخابات نيابية مبكرة. واعتبر جعجع أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم في لبنان طالما أن الأغلبية البرلمانية الحالية هي بزعامة حزب الله والتيار الوطني الحر، وهما يمسكان بزمام السلطة في البلاد. وشدد على ضرورة إرساء سيادة القانون والشفافية والنزاهة، خاصة في ظل عدم الاستقرار السياسي الحالي والأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها لبنان. أفادت مصادر ميدانية سورية بوقوع انفجار بمنطقة الميادين الواقعة بريف دير الزور الشرقي، والتي تخضع لسيطرة الميليشيات الموالية لإيران. وأوضحت المصادر أن الانفجار الذي لم تعرف طبيعته حتى الآن أسفر عن تدمير محال تجارية، بالإضافة لتضرر منزل كان يستخدمه تنظيم داعش الإرهابي مركزا لتصنيع العبوات الناسفة والألغام. أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل. وبموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية في 22 من مايو، والرئاسية في 31 من يوليو، على أن يتم في 31 من أغسطس استكمال انتخابات المجلس الوطني الذي يضم أكثر من 700 عضو. أعلن الجيش اليمني سقوط عشرات القتلى والجرحى في قوات الحوثي في معارك عنيفة بين الطرفين بمحافظة الحديدة غربي البلاد. وأوضح البيان أن الاشتباكات اندلعت بعد هجوم شنه الحوثيون على مواقع للجيش في الحديدة، وأشار إلى أن الجيش كبد قوات الحوثي عشرات القتلى والجرحى وأجبر من تبقى منهم على الفرار. هذا وأصدر الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي قرارات جمهورية شملت تعيينات في مناصب عدة، من بينها رئيس مجلس الشورى ونائب عام للجمهورية اليمنية. نصت القرارات الرئاسية على تعيين أحمد أحمد صالح نائبا عاما للجمهورية اليمنية، وأحمد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى، وكذلك تعيين عبد الله محمد أبو الغيث وحي طه جعفر نائبين لرئيس مجلس الشورى. أعلنت الأمم المتحدة تعيين مسؤولة جديدة لملف الانتخابات في بعثة الأمم المتحدة يونامي لمساعدة العراق، وأشارت إلى أن المسؤولة كانت وزيرة خارجية أيسلندا. هذا وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المسؤولة الجديدة ستخلف أليس ويلبول من المملكة المتحدة، والتي ستتم مهمتها نهاية فبراير القادم، والتي خدمت في هذه المهمة منذ العام 2017. كما أشار إلى أن المسؤولة الجديدة عملت مديرة لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ورئيسة لبعثة المنظمة لمراقبة الانتخابات في أوكرانيا. أعلنت السلطات العراقية توقيف 20 عضوا في شبكة الجريمة المنظمة وضبط كميات كبيرة من المخدرات. وعرض مكتب المخابرات العسكرية العراقية المواد المضبوطة، والتي تضمنت 3 رشاشات و4 مسدسات و4 قنابل يدوية. قال الأمن العراقي أن المشتبه بهم في العشرين لديهم أوامر توقيف معلقة تتعلق بتهم تتعلق بالمخدرات. قتل 4 وأصيب 5 من قوات الأمن الأفغاني جراء انفجارين منفصلين بالعاصمة كابول وولاية هلمند.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها، غير أن أصابع الاتهام عادة ما تشير إلى حركة طالبان. ويأتي تصاعد العنف فيما تجري الحكومة الأفغانية وحركة طالبان محادثات سلام منذ أكثر من 3 أشهر. انتخب أرمن لاشيت رئيسا لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا. حصل لاشيت على أغلبية تمثلت ب 521 صوتا من أصل 1001 مندوب تمت دعوتهم للتصويت، متقدما بذلك على فريدريش ميرتز 466 صوتا، المنافس التاريخي للمستشارة والمؤيد لتوجيه الحزب إلى اليمين حسب نتائج الاقتراع الداخلي. وأصبح لاشيت في موقع يسمح له بقيادة المعسكر المحافظ للانتخابات العامة والتي ستجري في سبتمبر المقبل. قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه من المرجح عقد اجتماعات الجمعية في سبتمبر القادم بشكل افتراضي على غرار سابقتها. وأضاف خلال مؤتمر صحفي أنه من الصعب تحديد ما الذي سيحدث الشهر القادم، مشيرة إلى أن الوضع يتغير بين عشية وضحاها. تعرضت جزيرة سولاويسي الأندونيسية لهزة أرضية جديدة مع استمرار فرق الإنقاذ في البحث عن أشخاص محاصرين تحت الأنقاض بعد الزلزال الذي وقع أمس وأسفر عن قتلى ومصابين. قالت الوكالة الأندونيسية للحد من أثار الكوارث أنه لم يتم تسجيل أضرار أو سقوط ضحايا من الهزة الارتدادية التي بلغت قوتها 5 درجات في منطقتي ماموجو وماجيني غربي سولاويسي، وذلك بعد يوم من الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر. تواصل فرق الإنقاذ البحث عن حطام الطائرة الإندونيسية المنكوبة إلى جانب رفات الضحايا، ويشارك في الجهود أكثر من 4000 من أفراد البحث والإنقاذ مدعومين بنحو 14 طائرة و62 سفينة و21 قارب. انضم فريق من المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل إلى التحقيق في حادث تحطم الطائرة الإندونيسية. يضم الفريق أيضا ممثلين من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية وشركة بوينغ وشركة جنرال إلكتريك. هذا وتحطمت الطائرة في بحر جاوا ما أسفر عن مقتل 62 شخصا كانوا على متنها. أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف عن تفاؤله بشأن التعهدات الانتخابية للرئيس الأمريكي المنتخب مؤخرا جو بايدن والمتعلقة بتمديد معاهدة ستارت 3 مع روسيا. وأشار ميدفيديف إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى جاهدة لاستعادة صورتها كشريك استراتيجي موثوق. وأضاف أن بايدن من دعاة الحد من التسلح، وشارك في صياغة معاهدة القوى النووية متوسطة المدى منذ الحقبة السوفيتية. أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو توسيع نطاق العقوبات على قطاع المعادن الإيرانية المرتبطة بالبرنامج النووي وبالصواريخ البالستية. أكد بومبيو في تغريدة على تويتر أن برامج إيران النووية والصاروخية تشكل تهديدات مستمرة على أمن العالم وسلامته. عبرت دول فرنسا وبريطانيا وألمانيا عن قلقها البالغ من إعلان إيران استعدادها لإنتاج اليورانيوم. ودعت الدول الثلاث طهران للعودة عن قرار تخصيب اليورانيوم والعودة لالتزاماتها في حال رغبت بالحفاظ على الاتفاق النووي.
أكد قائد الحرس الثوري الإيراني أن أحد أهداف طهران الاستراتيجية الدفاعية استهداف أساطيل العدو الحربية بما فيها حاملات الطائرات والبارجات بالصواريخ الباليستية. أشار إلى أنه عادة ما يتم ضرب الأهداف المتحركة بصواريخ كروز، لكن استخدام الصواريخ الباليستية في ضرب أهداف بحرية في المحيط من داخل الأراضي الإيرانية إنجاز دفاعي كبير على حد قوله. من جانبه أشار قائد الأركان الإيراني إلى أن بلاده ليس لديها النية لشن أي هجوم، لكنها ستهاجم بقوة وفي أقصر وقت ممكن أي خصم يفكر في الاعتداء عليها. بحث وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع نظيره الفلبيني تيودور لوكسين في مانيلا سبل تعزيز التعاون في مجالات مثل التجارة والاستثمار وكذلك تطوير البنية التحتية ومواجهة كورونا. ويزور وزير الخارجية الصيني مانيلا في إطار جولته في جنوب شرق آسيا والتي شملت ميانمار وإندونيسيا وبروناي لتعزيز علاقات الصين مع دول المنطقة. Finance under Central Development Cooperation Agency will be signing the agreement on economic and technical cooperation. قرر واتساب تعليق تحديث سياساته بشأن حفظ بيانات المستخدمين والذي أثار جدلا واسعا ودفع العديد من المستخدمين للتخلي عن التطبيق. وأكد واتساب أن المستخدمين لن يتعرضوا لحجب أو لحذف حساباتهم على التطبيق بحلول 8 فبراير المقبل، وسيكون بوسع المستخدمين التعرف على السياسات الجديدة حتى 15 مايو. وقال واتساب أن التحديث الأخير لا يوسع من قدرته على تقديم البيانات لفيسبوك التي تمتلك التطبيق، مضيفا أنه لن يقدم المعلومات حول مكان وجود المستخدم أو اتصالاته لفيسبوك. وأضاف أن التحديث يتضمن معلومات شفافة حول كيفية جمع واستخدام التطبيق للبيانات الشخصية للمستخدمين. أظهر تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة أن جائحة فيروس كورونا المستجد أدت إلى انخفاض أعداد المهاجرين الدوليين بما يقدر بمليوني مهاجر حتى منتصف عام 2020. وأجرى التقرير هذا الانخفاض إلى إغلاق الحدود وحظر السفر في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى انخفاض تقدر نسبته ب 27% في معدل النمو المتوقع لأعداد المهاجرين. أعلنت وزارة الصحة التونسية أن الحجر الصحي الشامل الذي بدأ يوم الخميس الماضي ويستمر حتى غدا الأحد سيتبعه حجر صحي موجه لمنع التظاهرات والتجمعات بداية من الاثنين المقبل وحتى 24 يناير الجاري. قالت الوزارة أن اللجنة العلمية ستتولى تقييم مدى تطبيق الحجر الصحي الشامل، موضحة أنه انطلاقا من هذا التقييم سيتم تقديم توصيات تهدف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تفادي تسجيل الحالات الخطيرة وانهيار المنظومة الصحية في تونس. قالت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية أنها فرضت عزلا عاما على 2 من أكبر قواعدها هما حامية يونجسان ومعسكر هنفرز بعد تفاقم حالات الإصابة بفيروس كورونا. وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الفحوص أكدت حتى الآن إصابة 18 شخصا في المجمل. يأتي الإعلان عن الحالات الجديدة في الوقت الذي يجري فيه تطعيم القوات الأمريكية في البلاد بلقاح مضاد لفيروس كورونا. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لفشل التضامن في مجال التطعيم بلقاحات كورونا حول العالم.
وقال في بيان أن اللقاحات تصل إلى الدول العالية الدخل بشكل سريع، في حين أن أفقر الدول العالم لا تمتلك أي منها. وشدد على أن النزعة الوطنية في اللقاحات محكوم عليها بالفشل، ولن تؤدي سوى لتأخير الانتعاش العالمي. قالت الوكالة الأوروبية للأدوية إن القراصنة الإلكترونيين الذين سرقوا وثائق خاصة بها قاموا بالتلاعب بمحتوياتها ونشروها على الإنترنت لضرب ثقة الناس في لقاحات كورونا. وأضافت الوكالة في بيان أنه توجد بين تلك الوثائق رسائل بريد إلكتروني داخلية تعود إلى نوفمبر الماضي حول مسار تقييم اللقاحات، موضحة أن بعض تلك الرسائل تلاعب بها القراصنة قبل نشرها لتقويض الثقة في اللقاحات. أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا تسجيل أكثر من 18 ألف حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و980 وفاة خلال 24 ساعة. وسجلت ألمانيا إجمالا أكثر من 2 مليون وما يزيد عن 45 ألف وفاة. قال رئيس الوزراء البريطاني بوليس جونسون أن الضغط على النظام الصحي في البلاد غير عادي، وذلك بالنظر إلى العدد القياسي لمرضى فيروس كورونا المستجد. وقال جونسون أن بعض المستشفيات اضطرت إلى تأجيل إجراء عمليات السرطان، بينما انتظرت سيارات الإسعاف في طوابير أمام الأبواب. ووفقا للأرقام الرسمية، فإن عدد المرضى الذين يعالجون حاليا في المستشفيات البريطانية يزيد على 37 ألف. قال وزير الصحة الإسباني أن حكومته ستحاول تجنب الإغلاق الشامل لأنها تلتزم بتعهدها بتطعيم جزء كبير من سكانها بحلول الصيف القادم. أشار الوزير أنه لم يتم النظر في إجراءات أكثر صرامة مثل الإغلاق المفروض في المملكة المتحدة أو هولندا، على الرغم من تسجيل أرقام كبيرة فيما يتعلق بكورونا. لمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر ينضم إلينا عبر الهاتف من مدريد الدكتور مجاهد شداد الكاتب الصحفي. دكتور شداد مساء الخير وأهلا وسهلا بك في هذه الجولة. ما الأسباب التي قدمها وزير الصحة من أجل تجنب، من أجل أن الحكومة لن تتخذ أي قرارات من شأنها أن تؤدي إلى تجديد الإجراءات الصحية والوقائية لفيروس كورونا؟ في الحقيقة أن وزير أن عندنا إسبانيا هي من البلاد التي عانت من الكورونا أكثر من أي دولة أوروبية، وهذا أثر على الاقتصاد الإسباني بشكل حاد. فإذا تحدثنا عن أهم بند عندنا هو بند السياحة، السياحة وقعت إلى 77%، ما يتجاوز 275 مليون ركاب كانوا يحضرون إلى مدريد في هذا العام، لن يحضر أكثر من 37 مليون. نتيجة لكل هذه أثرت أن الحكومة الإسبانية في وقتها الحالي هي تقع في خطورة اقتصادية إلى حد، دعنا نقول المافيا كورونا تؤثر علينا بتأثير حاد جدا. وهناك في الحكومة الائتلافية الإسبانية ووزير الصحة يحاول بكل الطرق أن يتجنب هذا الجزء. إذا أنت تقول أن الأسباب الاقتصادية هي تقدمت عن الأسباب الصحية، أسباب الإجراءات أو قرارات الإجراءات أو الخاصة بكورونا. تمام حضرتك، تمام، ده اللي بيحصل بالضبط، وده اللي بيأثر على المعارضة كمان. المعارضة هنا أن الحكومة ما عندناش شغل خالص، وقفت الأعمال لدرجة أن إحنا دلوقتي على سبيل المثال أنا بكلم حضرتك من قرب المطار مدريد ومعي جروب من أكثر من 14 شخص نأتي إلى مصر لنعمل مشروع مع مصر. تحاول الحكومة يعني تحاول إسبانيا بكل طرقها الاقتصادية. يعني معدل الإصابات في تزايد، ربما 40 ألف إصابة في اليوم في إسبانيا خلال الأيام القليلة الماضية. أكثر من 40، يعني متوسط 40 ألف إصابة. إلى أي مدى يؤثر ذلك أيضا على الأنشطة التجارية حتى لو لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن إغلاق كامل؟ دعني يعني أتحدث على أن العقلية الإسبانية هي عقلية متعودة على نظام الناس المختلف الأجانب، أن احنا بلد سياحي، ولكن الأغراض المشاكل الاقتصادية أثرت على الناس بشكل قد تجعل الناس في حالة ميؤوسة، يعني حالة مش يعني ما فيش أي اقتصاد، ما فيش أي أنشطة شغالة، ما فيش أي شيء شغال عليه.
طيب فيما يتعلق بلقاحات كورونا، هل بدأت أسبانيا في توزيع هذه اللقاحات في إجراء عمليات التلقيح المفترض أن تكون مستمرة في أسبانيا بالنظر إلى قرار المفوضية الأوروبية وقرار الوكالة الأوروبية للأدوية بإقرار لقاح فايزر وربما مديرنا أيضا بالنسبة للدول الأوروبية؟ نعم حضرتك، نحن بدأنا يوم 27 ديسمبر أول لقاح، وكان هذا اللقاح يعتبر شكل عسكري، يعني العسكرية الإسبانية هي تقوم بالرباط هذا الحد، وتحدثنا لكي تأتي روح الإسباني أنه يبدأ العمل فيه عن طريق هذا اللقاح. ولكن المشكلة الرئيسية هنا أن الاتحاد الأوروبي حد نفسه ما قدرش يوصل لأي حل، يعني إذا نقدر نقول أن احنا عندنا واقعين في مافيا كبيرة جدا من موضوع اللقاح. فإسبانيا طبعا متأثرة، والشعب الإسباني الـ 47 مليون متأثر تأثير جامد جدا بهذا الشكل، لأن كل شيء عندنا واقف، كل شيء واقف. الدكتور مجاهد شداد الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من العاصمة الإسبانية مدريد. من إسبانيا إلى روسيا، حيث أعلنت السلطات الصحية أنها سجلت خلال الساعات 24 الماضية أكثر من 24 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا 85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ. كما انطلقت في روسيا شهر ديسمبر الماضي حملة للتطعيم المجاني ضد كورونا باستخدام لقاح سبوتنيك في، وهو أول لقاح ضد العدوى على مستوى العالم. في إيطاليا أصدر رئيس الوزراء جوزيبي كونتي قرارا جديدا بتمديد القيود المفروضة لاحتواء إصابات كورونا بعد أن حذرت وزارة الصحة من أن تفشي الوباء يزداد سوءا، واستقرت حصيلة الإصابات اليومية المسجلة عند مستوى يتراوح ما بين 15 ألفا إلى 20 ألفا مقارنة بذروة بلغت 40 ألفا في منتصف نوفمبر الماضي، لكن معدل الضغط على المستشفيات لا يزال مرتفعا، ويلقى ما بين 400 إلى 600 مصاب بالمرض حتفهم كل يوم، فيما تتخوف الحكومة من أن تشهد هذه الحصيلة ارتفاعا وتدخل موجة ثالثة من التفشي. قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن الولايات المتحدة الأمريكية في حالة حرب مع فيروس كورونا، مع ارتفاع الإصابات في البلاد إلى أكثر من 23 مليون حالة. وأكد بايدن خلال مؤتمر صحفي أن إدارته تعتزم فتح الآلاف من مراكز التلقيح ضد الفيروس، مشيرا إلى أنه سيصدر فور توليه السلطة أمرا تنفيذيا من أجل ارتداء الكمامات. تلقت صربيا مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصينية المضاد لكورونا، لتصبح بذلك أول دولة أوروبية تحصل على مثل هذه الكميات الكبيرة. كان الرئيس الصربي قد استقبل الشحنة في مطار بلغراد قائلا إنه سيأخذ جرعة ليثبت لمواطنيه أن اللقاح آمن. اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الصين مجددا بالتستر على منشأ فيروس كورونا، وقال بومبيو أن أمراضا مشابهة للفيروس كانت منتشرة بالفعل في عام 2019 بين موظفي أحد معاهد علم الفيروسات في مدينة ووهان، داعيا منظمة الصحة العالمية إلى الضغط على الحكومة الصينية بشأن هذه المعلومات. يأتي هذا بينما قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 130 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 144 في اليوم السابق، مع اتساع بؤرة عدوى في شمال شرقي البلاد دفعت السلطات إلى فرض العزل العام على أكثر من 28 مليون فرد. وذكرت اللجنة في بيان لها أن 115 من الحالات الجديدة كانت حالات إصابة محلية، ومن بينها 90 إصابة في إقليم خبي الذي يحيط بالعاصمة الصينية بكين. أعلنت سلطات العاصمة الصينية بكين ضرورة خضوع المسافرين الوافدين إليها إلى فترة متابعة صحية خاصة بمرض فيروس كورونا 7 أيام إضافية بعد 21 يوما من المراقبة الطبية. وذكرت سلطات بكين أنه سيتم تعزيز إدارة مكافحة الأوبئة في أماكن الحجر الصحي المركزية، كما سيتم إجراء اختبارات الحمض النووي للأشخاص المعنيين والمناطق المحيطة بهم بشكل متكرر.
هذا وأضافت السلطات أن العاصمة قررت تشديد تدابير الإدارة الصحية للوافدين لمنع خطر انتقال العدوى من الأشخاص الذين تكون فترة حضانتهم للمرض طويلة جدا. سجلت وزارة الصحة البرازيلية 1038 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الأخيرة، ليبقى معدل الوفيات اليومي فوق 1000 حالة لليوم الرابع على التوالي. وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 66 ألف إصابة جديدة بكورونا، ليقترب عدد الإصابات في البرازيل من 8,400,000 حالة. تجاوزت وفيات فيروس كورونا في المكسيك 139,000 حالة بعد تسجيل أكثر من 1,100 حالة خلال الساعات ال 24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة المكسيكية إلى ارتفاع حصيلة الإصابات إلى أكثر من 1,690,000 حالة بعد تسجيل أكثر من 21,000 خلال الساعات ال 24 الماضية. أطلق رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي واحدة من أكبر حملات التطعيم في العالم ضد فيروس كورونا، والتي تهدف إلى تلقيح 300 مليون شخص في المرحلة الأولى، بما في ذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية. هذا وسجلت الهند أكثر من 10,500,000 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، وهي الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة، فضلا عن أكثر من 150,000 حالة وفاة. كشفت بيانات الفريق الحكومي المكلف بمكافحة كورونا في إندونيسيا عن تسجيل أعلى زيادة يومية في حالة الإصابة بفيروس كورونا، مع رصد 14,224 إصابة جديدة. كما سجلت إندونيسيا 283 وفاة جديدة بالمرض خلال الساعات ال 24 الماضية، ليصل عدد الوفيات إلى 25,767 حالة. هذا وتعد إندونيسيا البلد الأكثر تأثراً بجائحة كورونا في جنوب شرق آسيا من حيث عدد الإصابات والوفيات. دعت منظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي إلى توسيع أنشطة البحث عن الجينوم الخاص بالتغير الذي طرأ على فيروس كورونا المستجد الأكثر عدوى والمثيرة للقلق. واستبعد خبراء أن تكون سلالات كورونا الجديدة أكثر مرضاً أو فتكاً، لكنه ليس من الواضح ما إذا كانت ستؤثر على فعالية اللقاحات الجديدة. الطفرة الجديدة لفيروس كورونا لا تزال مثار اهتمام الباحثين، الذين يثير استغرابهم بشدة انتشارها السريع وارتفاع نسبة العدوى بها. وإذا كان الخبراء استبعدوا أن تكون سلالات كورونا الجديدة أكثر مرضاً أو فتكاً، فإنه لم يتضح ما إذا كانت ستؤثر على فاعلية اللقاحات الجديدة. ولحين الإجابة على هذه التساؤلات، دعت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي إلى توسيع أنشطة سلسلة جينوم متغيرات فيروس كورونا المستجد الأكثر عدوى والمثيرة للقلق، حيث أنه لا يمكن التعرف على المتغيرات إلا من خلال تسلسل شفرتها الجينية، وهو تحليل غير متاح في كل مكان. وتنتشر الآن النسختان المتحورتان البريطانية والجنوب أفريقية من فيروس كورونا المستجد، واللتان تعتبران شديدتي العدوى في 50 دولة على الأقل. ويجري حاليا تحليل طفرة ثالثة منشأها منطقة الأمازون البرازيلية، وأعلنت اليابان اكتشافها. في الوقت نفسه أعلنت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها حاليا طلب شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد كشرط لإتاحة الدخول أمام المسافرين الدوليين. وقالت اللجنة في توصيات: ما زال الكثير من الأمور الرئيسية غير المعروفة فيما يتعلق بفاعلية اللقاحات على صعيد الحد من انتقال الفيروس، كما أن اللقاحات متوافرة حاليا بكميات محدودة. وأضافت أن إثبات التلقيح لا يجب أن يستثني تدابير صحية وقائية أخرى.
أعربت وزيرة التضامن نيفين القباج عن سعادتها بصدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، والتي جاءت بعد انتظار طويل لتعبر بشكل عادل عن الامتيازات الفريدة التي حملها القانون للجمعيات الأهلية. هذا وأكدت الوزيرة أن القانون يمثل نقلة نوعية فريدة للجمعيات الأهلية في مصر، ويحاكي في مواده المختلفة وامتيازاته العديدة أقوى قوانين العمل الأهلي في العالم، بما تضمنه من مواد تدعم كافة أشكال الحق الإنساني، لا سيما الحق في تكوين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة. وأشارت القباج إلى أن القانون يمثل انفراجة خاصة في مصادر تمويل الجمعيات والرقابة على أعمالها ووضع ضوابط فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها. كما تضمن القانون مواد لدعم حرية التطوع ومواد أخرى للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن استيراد أتوبيسات كهربائية مصنعة بالكامل من الخارج والادعاء بتصنيعها محليا. أشار المركز إلى أنه تواصل مع وزارة الإنتاج الحربي التي أوضحت أن هناك اتفاقية شراكة بين مصر والصين تم توقيعها خلال شهر أبريل من العام 2019. تهدف الاتفاقية إلى تصنيع 2000 أتوبيس كهربائي في مصر على مدار 4 سنوات بمكونات تصنيع محلي تصل نسبتها إلى 45%. أضافت الوزارة أنه قد وقع الاتفاقية عن الجانب المصري مصنع 200 الحربي وشركة IMUT المصرية في مواقعها، من الجانب الصيني شركة فوتون لصناعة السيارات، وذلك في إطار تطبيق استراتيجية توطين تصنيع المركبات الكهربائية في مصر. افتتحت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم عبر تطبيق زوم فعاليات المعسكر الثامن لمبادرة تكلم عربي للأطفال المصريين المقيمين في المملكة المتحدة. تناولت فعاليات المعسكر عرضا لعدد من الأغاني التراثية المصرية وألعاب ومسابقات وأنشطة متنوعة تستهدف تعريف الأطفال بوطنهم مصر وتراثها. جاءت مشاركة السفيرة نبيلة مكرم في إطار تنفيذ مبادرة تكلم عربي التي أطلقتها وزارة الهجرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة أن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة المرتقب في الربيع المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يصب في مصلحة التنمية الاقتصادية التي قطعت فيها الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها شوطا طويلا. وأكدت وزيرة الدولة للهجرة أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا للنهوض بقطاع الصناعة كونه قاطرة التنمية الاقتصادية ولتطوير حياة المصريين وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. وأشارت الوزيرة إلى أن الربع الأخير من العام الماضي شهد سلسلة اجتماعات مع ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية بالصناعة والاستثمار وبمشاركة رجال صناعة من المصريين في الخارج للتحضير لهذا المؤتمر الهام الذي يعد فرصة واعدة لاستعراض مقومات وقدرات الصناعة المصرية في مختلف القطاعات. والآن وقفة مشاهدينا الكرام مع آخر أخبار الاقتصاد. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا شمل انفوغرافات تسلط الضوء على إطلاق الحكومة مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي سعيا نحو بيئة نظيفة وأقل تلوث. وأوضح التقرير أن المبادرة تتيح لأصحاب المركبات المتقادمة والتي مر عليها 20 عام إحلالها بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج، سواء كانت سيارات ملاكي أو أجرة وميكروباص. وأشار التقرير إلى أن أكثر من 57,000 متقدم قاموا بالتسجيل على الموقع، ونحو 22,000 متقدم قاموا بالتقديم الفعلي للمشاركة بالمبادرة حتى الآن.
أعلن وزير المالية محمد معيط تحويل مليار جنيه بدءا من اليوم لسداد الدفعة الثانية من المرحلة الثانية لصرف المنحة الاستثنائية والمقدرة ب 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة. أوضح معيط أن ذلك يأتي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررا من تداعيات أزمة كورونا. وذكر وزير المالية أنه تم إضافة 100,000 أسرة جديدة من المستحقين لبرنامج تكافل وكرامة مع بداية أزمة كورونا، كما وصل الدعم المقدم للقطاع الصحي إلى 14.4 مليار جنيه منذ بدء الجائحة. قال وزير المالية دكتور محمد معيط أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير الموانئ المصرية ورقمنة المنظومة الجمركية لتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع. وأضاف معيط أن مراكز الخدمات اللوجستية التي تعمل بمنظومة النافذة الواحدة تحظى بالمتابعة المستمرة، بما يدفع العاملين لمضاعفة جهودهم للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق الجودة الشاملة. كما أوضح أن منظومة نافذة المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود في مصر ستلزم جميع الجهات التي تعمل بها تحقيق التكامل مع المنصة والاعتماد على نظام إدارة المخاطر كأساس للتعامل مع الشحنات الواردة أو الصادرة، بجانب الاعتماد على نظام التسجيل المسبق قبل وصول الشحنات كأساس لبدء إجراءات الإفراج مع إرسال واستقبال البيانات رقميا. قام وزير النقل كامل الوزير بجولة تفقدية لمتابعة عمليات تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير الطريق. وخلال الجولة اطلع الوزير على التقدم في أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير، وكذلك معدلات تنفيذ أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق بطول 106 كيلومترات. وأكد الوزير خلال جولته على ضرورة مراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ كافة الأعمال والبدء الفوري في أعمال التطوير بأي منطقة يتم إزالة المعوقات ونقل المرافق بها بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية في القطاعات الأخرى، وكذلك ضرورة تنفيذ أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة. أكد دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان أن مدينة 6 أكتوبر شهدت طفرة في تنفيذ وتطوير العديد من الطرق والمحاور الرئيسة ضمن مشروعات شبكة الطرق القومية للدولة. وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ طريق داعم لطريق الفيوم بطول 11 كيلومتر، وجاري الانتهاء من تنفيذ الطريق الدائري الأوسطي بنسبة إنجاز وصلت إلى 97%، والطريق الجنوبي الدائري بنسبة إنجاز وصلت إلى 95%. هذا إلى جانب رفع كفاءة طريق الواحات بنسبة تنفيذ بلغت 67% بطول 30 كيلومتر. جاء ذلك خلال استعراض وزير الإسكان تقريرا عن أهم مشروعات مدينة 6 أكتوبر خلال العام الماضي، والذي شمل تنفيذ العديد من مشروعات الطرق والمحاور الرئيسة والمشروعات السكنية والخدمية المختلفة بالمدينة. قام المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن والمهندس كمال بهجت مساعد نائب رئيس الهيئة قام بجولة بمدينتي بدر وحدائق العاصمة لتفقد سير العمل بالمشروعات التي تم والتي جاري تنفيذها. واستهل مسؤول الوزارة جولتهم بمدينة بدر بتفقد مشروع سكن كل المصريين بموقع 842 عمارة بالحي السابع، حيث تفقدوا أعمال المرافق والطرق بالمشروع، كما تفقدوا أيضا أعمال تنفيذ 8484 وحدة سكنية أخرى بالمشروع بالامتداد الشرقي لمدينة بدر بنسبة تنفيذ تصل إلى 91%. كما شملت الجولة المرور على تنفيذ 9024 وحدة سكنية بمشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بقيمة استثمارية بلغت 3,600,000,000 جنيه. كما تفقدوا أيضا أعمال التشطيبات بالعمارات وأعمال تنفيذ طبقة الأسفلت الجاري تنفيذها بالطرق. بحث وزير الزراعة السيد القصير مع محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط مشروعات التوسع الأفقي والحصر التصنيفي بالوادي، وأيضا آخر تطورات مشروع منظومة الري الحديث والحقلي.
هذا وبحث جانبا سبل دفع مبادرة إحياء صناعة الحرير الطبيعي وآليات التوسع في الاستزراع السمكي التكاملي واستثمار الأحواض والمزرعة السمكية التابعة للوزارة. الآن مشاهدينا إلى وقفة مع آخر أخبار رياضية، والبداية من بطولة العالم لكرة اليد. اسمحوا لي أرحب بكم جميعا في أكبر تجمع رياضي يشهده العالم حاليا، في رسالة تؤكد من خلالها أن العالم أصبح قادرا على التعايش في ظل الواقع الجديد الذي فرضته جائحة كورونا. عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة اجتماعا عبر تقنية الفيديو مع رؤساء الوفود المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد لطمأنينتهم على الإجراءات الصحية المتبعة والإجراءات اللازمة للمحافظة على جميع المشاركين في المونديال. وفي ختام الاجتماع أشاد رؤساء الوفود المشاركة بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل البطولة مقدمين الشكر للحكومة المصرية على حسن التنظيم، وأشاروا إلى أن الدولة المصرية تنتهج نهجا جديدا في تنظيم البطولات الدورية في ظل تخوف العالم من تبعات كورونا. يواجه المنتخب الوطني لكرة اليد نظيره المقدوني اليوم في الجولة الثانية من بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021. وكان المنتخب الوطني تغلب على تشيلي ب 35-29 في لقاء الافتتاح، بينما خسر منتخب مقدونيا من السويد 20-32. ويشارك منتخب مقدونيا في البطولة بدلا من التشيك التي أعلنت الانسحاب بسبب حالة فيروس كورونا في صفوف الفريق. هذا وكان منتخب بولندا قد فاز على تونس بنتيجة 30-28 ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر. المزيد عن النتائج في سياق العرض التالي. أخبار الرياضة مشاهدينا، نكون قد وصلنا إلى ختام ونهاية جولة الثالثة عصرا، وهذه تذكرة بأهم ما جاء فيها من أنباء. وزير الصحة الأمريكي يعلن استقالته من إدارة ترامب احتجاجا على واقعة اقتحام الكونغرس. اتفاق سعودي أردني على إنهاء التوترات بالمنطقة ورفض التدخل في الشؤون العربية. وانتخاب أرمين لاشيت رئيسا لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ألمانيا. ولم يتبقى لنا مشاهدينا الكرام سوى أن نحيط على محاضراتكم بأن تردد أكسترا نيوز الجديد أصبح 11785، معدل الترميز 27500، معامل الاستقطاب فهو رأسي. كنا معكم أنا ليلاس كفوزي والزميل همام مجاهد في هذه النشرة. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.